أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السلام عليكم متابعي جريدة أشواق، مرحبا بكم معنا ومرحبا بنا احنا هنا اليوم في منصة البرج الجديد. اليوم هو اليوم الأول من فعاليات مهرجان جوهرة، مهرجان اللي كيجمع فنانين سواء خارج الوطن أو داخل الوطن. جينا اليوم كتغطية إعلامية هنايا بمنصة البرج الجديد للفنان موس ماهر اللي حنا دابا كنتسناو في الحضور ديالو. اجيو دابا نقلبوا عليه. يلا شد هلا على السلامة. الله يطول عمرك. كنتي اللي داير لاباس عليك؟ شتي الجمهور كاين بعدا موجود. حاضر بحي يا حن. درنا لي زانترفيو من الوسط كيتسناو فيك انت. ايوا هذا هو الربع عندنا، حنا ملي كنستناو مسمار هذا هو الربع عندنا. ياك بعدا الجمهور كاين ديال مسمار. هادشي لا دابا باش نجاوبك على داك السؤال ديال قبيله ديال الكونفيرونس، دابا الجمهور جاي على حساب مسمار، كلشي كيقول لك استناو مسمار، وهذوك اللي كيدوا حنا حاضرين في الواقع ماشي في المواقع. لا يلا بالله انا معكم ياك. مسمعي نتفرج في مسمعي. أول مرة. كتكون أجواء رائعة وكيعجبنا هاد الجوهرة بزاف. هو جوهرة كاين ديال أزمورو جديدة، كنحضرو هنا وكنمشيو بلايص أخرين غير هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مبادرة طيبة، كيجيبوا لنا جوهرة إيديسيون ديالها هي الثالثة السابعة، ولكن الثالثة في البير جديد، الثالثة في البير جديد. وموس ماهر مرحبا به عندنا، وفنان كبير، فنان مغربي كيشرف الفن المغربي. جوهرة ممتازة، كل عام كتكون مزيانة، حنا فرحانين بها ديما، نتمناو يكونوا كيجيو أجواء مزيانة ويفرحوا الناس، كلشي ديال الناس الساكنة في البير جديد. احنا تنشكركم. فالاستقبال ديال جوهرة وجيت ليه باش نتفرج في هذه الليله المنعشه والرائعه. لا من الدار البيضاء انا جايه. كيفاش كيجيوكم الاجواء ديال جوهرة؟ ايوا معتبر.